السلام عليكم. محاضرتنا لهذا الأسبوع راح تكون عن clock signal and timing diagram of flip flop. ناخذ تعريف clock بالبداية. clock عندي أو tick is the smallest unit of time in which processing happens. يعني هو أصغر وحدة من الوقت اللي تحدث فيها المعالجة. وبعض الأحيان يطلق عليها cycle. Sometimes the work needs one clock, يعني بعض الأعمال تحتاج clock واحدة والبعض الآخر يحتاج إلى أكثر من clock واحدة. هذا الشكل يوضح لي clock signal اللي هي هاي راح تكون على شكل سلسلة متتالية من ال periods. حيكون عندي ال period الكاملة اللي هي T capital راح متكونة من ال on time و off time. ال on time راح يساوي لي ال off time. ال on time يساوي لي ال off time. معناتها ال period T capital راح تساوي لي 2 T. عندي ال frequency هاي المعادلة المعروفة اللي هي تساوي لي 1 على T, يعني ال F يساوي لي مقلوب T. عندي هاي ال period كاملة صعود ونزول, هاي كلها هي period كاملة لل cycle أو ال clock cycle. نجي ناخذ شكل آخر لل clock ونعرف تفاصيل أكثر عنه. نشوف الـ clock period اللي هي من الصعود إلى النزول والصعود مرة ثانية, هاي period كاملة للـ clock. عندي هنا هذا الـ on time أو الـ off time, طبعا قلنا متساوي ولكن هو يطلق عليه الـ clock width أو عرض الـ clock. عندي هنا level, هذا الـ level مال الـ clock سواء الـ positive أو الـ negative. وعندي هنا الـ rising edge وعندي الـ falling edge, هنا حافة الصعود وهنا حافة النزول. نجي الآن على التريجرينج. احنا أخذناها في محاضرات سابقة ولكن راح ناخذ مراجعة صغيرة عنها حتى نعرف شلون نشتغل بيه بالتايمينج دايجرام. التريجرينج اوف فليب فلوب عندي نوعين من التريجرينج اللي هي ليفل تريجرينج وعندي الايدج تريجرينج. الليفل تريجرينج is the transfer of data from input to output of a flip flop any time the clock pulse is a proper voltage level. يعني راح يكون إرسال البيانات من الانبوت إلى الاوتبوت أو تغير حالة الاوتبوت في أي وقت بالليفل تريجرينج اللي هي هاي حالة الليفل, هذا الخط المستقيم سواء كان البوزيتيف أو النيجاتيف حسب نوع التريجرينج. وعندي النوع الثاني اللي هو الايدج تريجرينج is the transfer of data from input to output of a flip flop on the rising edge اللي هو حالة الصعود أو بالfalling edge اللي هي حالة النزول. هنا عندي positive going transition أو positive edge triggering اللي هي حافة الصعود وعندي negative going transition أو negative edge triggering وهذا عندي level triggering. هاي بالنسبة لل triggering. أغلب ال خلنا نأخذ بداية أمثلة. هنا أنا عندي أكثر توضيح للأنواع التريجرينج بالكلوك. عندي هذا level triggering, عندي هاي positive clock positive level triggering, أو عندي النيجاتيف اللي هي حتكون في حالة النيجاتيف هنا أنا يشتغل الكلوك. وعندي البوزيتيف وعندي النيجاتيف ايج, هذا البوزيتيف ايج اللي هي حافة الصعود وعندي هنا النيجاتيف ايج اللي هي يعني ينطي كلوك أو ينطي بلس للفليب فلوب بحيث يعمل في هذا الوقت أو في هذا الوقت أو في الليفل كله. أغلب الفليب فلوبس أو اللي راح نشرح عليهن واللي راح ندرسهن هن بوزيتيف ايج تريجرينج, يعني راح نشتغل فقط على البوزيتيف ايج تريجرينج فليب فلوب. راح ناخذ الاربع انواع من الفليب فلوب اللي هنا دي فليب فلوب, اس ار فليب فلوب, جي كي فليب فلوب اند تي فليب فلوب. راح نعرف شلون نرسم التايمينج دايجرام حسب الكلوك ونوع البوزيتيف ايج تريجر. نجي على اول فليب فلوب اللي هو دي فليب فلوب. هنا التايمينج دايجرام مالته نبدا نشوف بهذا الشكل. هذا التايمينج دايجرام, يعني من يجيكم السؤال تايمينج دايجرام معناته ترسموا لي هذه هاي الحالات اللي هي الكلوك والدي والكيو. طبعا انا اعطيكم الكلوك والدي, الدي الام هو الانبوت, يعني انتم ما تطلعون اوتبوت الا اذا كان اكو انبوت, فاني اعطيكم الانبوت وحسب الكلوك والانبوت راح ترسموا لي الاوتبوت اللي هو الكيو. نجي عندي هنا هاي الكلوك, ومثل ما قلنا الفليب فلوبس اللي راح ندرسهن هن بوزيتيف ايج تريجرنج, يعني يعملن في هاي هذا التايم اللي هي حافه صعود البلس او الكلوك بيريد. فانزل خطوط على كل البيريدز بالكلوك وراح ارسم
على أساسها الأوتبوت. عندي هنا الانبوت هذا متغير طبعا، يعني هذا في كل مرة يجي بشكل متغير وراح يطلع على أساس الأوتبوت. ناخذ الآن مثال أنه يكون عندي، ناخذ أول رايزنج ايج، نجي على الرايزنج ايج الأولى في هذا الوقت، أنزل على الدي أشوف شنو حالة الدي. حالة الدي في هذا الوقت كانت عندي زيرو، معناتها الأوتبوت راح يطلع عندي زيرو، يعني الدي فليب فلوب الانبوت أو الدي يساوي لي كيو. فمن أشوفها زيرو في هذا الرايزنج ايج راح تصير عندي حالة الأوتبوت زيرو، وتبقى زيرو إلى الرايزنج ايج الجديدة. هاي الرايزنج ايج الجديدة شفتها الدي واحد، فمعناتها الأوتبوت راح يصير عندي واحد ويبقى أيضا واحد إلى الرايزنج الجديدة أو حافة الصعود الجديدة. في حافة الصعود الجديدة شاف قيمة الدي أيضا واحد، فبقى واحد إلى الحالة اللي بعدها أو الكلوك اللي بعدها، شافها واحد أيضا ظل واحد إلى الكلوك اللي بعدها. هاي الكلوك شافها زيرو الدي، خلى قيمة الكيو هي زيرو. الرايزنج ايج الجديدة شافها قيمتها واحد، خلى قيمة الكيو واحد. مثال جدا بسيط، وأول تايمينج دايجرام، موضوع التايمينج كلش بسيط، أنتوا مجرد ترسمون الكلوك وتخططون وعلى أساس الانبوت تحطون الاوتبوت. النوع الثاني عندي الاس ار فليب فلوب، عندي هنا كلوك، عندي اس ار وعندي كيو وكيو داش. طبعا بالحالة اللي قبلها بالدي فليب فلوب ما رسمت الكيو، يعني نفس الشيء، هو مو فشي فرق، هو عكس الكيو تماما. يعني ثاني عندي هنا زيرو هنا صارت واحد، يعني بالضبط عكسه ترسموه. فاذا اطلب من عندكم او ما اطلب ترسموه فهذا الشيء يعني شيء يعني انطيكم اياه بالسؤال، واذا ما طلبت فارسموا الكيو داش. نجي الكلوك، عندي هنا ايضا بوزيتيف ايج تريجرنج، عندي هاي البوزيتيف، هاي اول رايزنج ايج. طبعا الاس ار فليب فلوب راح يكون عندي بي ثلاث حالات، يا اما حاله الهولد في حاله انه يكون الاس والار حالتين زيرو، يعني الحاله القديمه او الاوتبوت القديم يبقى نفسه. في حاله انه يكون الاس عندي واحد والار هو زيرو، معناتها حاله السيت، انه الاس قيمتها واحد معناتها حاله السيت، معناتها الاوتبوت نحطه واحد، والكيو داش حطه طبعا زيرو يصير. الحالة الثالثة اللي هو تكون عندي بالعكس، حالة الريسيت اللي هي قيمة الار هي قيمتها واحد والاس قيمتها زيرو، راح يصير عندي ريسيت للاوتبوت، معناتها اخلي قيمة الاوتبوت زيرو. نجي هاي الرايزنج ايج للكلوك، شفت قيمة الاس واحد والار زيرو، معناتها حالة سيت، معناتها اخلي قيمة الاوتبوت واحد وتبقى واحد الى الرايزنج ايج اللي بعدها. حالة الاس والار هنا بالعكس صارت عندي ريسيت، لان قيمة الار هي واحد وقيمة الاس هي زيرو، فريسيت معناته نصفر الاوتبوت الى الرايزنج الجديدة. بالرايزنج الجديدة شاف في هاي الرايزنج ايج شفنا انه حالة الاس والار اثنيناتهم قيمتهم زيرو، معناتها هاي الحالة الثالثة اللي هي حالة الهولد او الميموري، انه تحفظ الحالة القديمة، كانت الاوتبوت كان زيرو ويبقى زيرو، واذا كان وان فيبقى واحد. فهذا بالنسبة للاس ار فليب فلوب تايمينج دايجرام. نجي الان على النوع الثالث اللي هو الجي كي فليب فلوب والتايمينج دايجرام مالته. فالريفيو بسيط عن الجي كي، الجي كي التروث تيبل مالته كان باربع حالات، حالة الزيرو زيرو، جي كي زيرو زيرو راح يسوي هولد الحالة القديمة، يعني باقي الحالة القديمة نفس ما هي. من يكون عندي الجي واحد والكي زيرو راح يصير عندي الاوتبوت واحد، من يكون عندي الجي زيرو والكي واحد راح يكون عندي الاوتبوت زيرو، من يصير عندي حالة الجي كي اثنيناتهم قيمتهم واحد راح يصير عندي توجل او كومبلمنت للاوتبوت السابق. هذا الجي كي فليب فلوب او طريقة عمله. من راح نجي هنا نشرح التايمينج دايجرام، نجي ننزل خطوط من الرايزنج ايج، تريدون من الرايزنج ايج تنزلون خطوط او تريدون على كل سايكل او بيريد تخلون الخطوط، فما تفرق يعني. نجي ننزل خطوط من الرايزنج ايج لكل الكلوك ونرسم على اساسها الجي والكي، سوري الجي والكي حالات متغيره انا اعطيكم اياها، ترسمون الكيو والكيو داش على اساسها. نجي نشوف في هاي الكلوك في هاي الرايزنج ايج راح نشوف قيمه الجي والكي شنو. عندي قيمة الجي واحد وقيمة الكي هي زيرو، فمعناتها الأوتبوت راح يصير عندي واحد، فهو كان زيرو صار عندي واحد ويبقى للرايزنج ايج الجديدة اللي بعدها،
والكيو داش قلنا عكسه تماما. راح نجي بهاي الرايزنج ايدج، شفنا قيمة ال J0 وال K1 معناته هنا قيمة ال Q هي 0 وتبقى 0 الى ال Q الى البلس الجديدة. البلس الجديدة تقول انه ال J وال K قيمتهن 0 1 يعني ال K هو 1 فيصير ال output ايضا 0. بالبلس الجديدة شاف قيمة ال J وال K قيمتهن 2 1 فمعناته راح يصير عندي توغل يعني complement للoutput السابق. الoutput السابق هنا أنا كان عندي 0 فراح يصير 1. البلس الجديدة أيضا شاف الجي والكي 1 فراح يصير تقل للي قبله، اللي قبله كان 1 وصار 0 وهكذا. هاي بالنسبة للجي كي فليب فلوب. نجي على آخر نوع من الفليب فلوب اللي هو التي فليب فلوب تايمينج دايجرام. بنشوف عندي هنا الكلوك أيضا يشتغل هذا بوزيتيف ايج تريجرينج. عمل التي فليب فلوب من تكون قيمة التي 0 معناتها راح يصير عندي هولد الحالة القديمة والحالة القديمة تنزل نفسها، ومن تكون عندي قيمة التي 1 راح يصير عندي توغل او كومبلمنت للاوتبوت اللي قبله. عندي هنا البلس الجديدة هاي او سوري هي البلس اللي تجينا اول وحدة بالبوزيتيف ايج راح تشوف قيمة التي، قيمة التي هي 1 في هذا الوقت، فش راح يسوي؟ راح يشوف الاوتبوت القديم، الاوتبوت القديم كان 0 راح يسوي له توغل، راح يقلبه من الزيرو الى الواحد ويبقى الى الرايزنج ايج الجديدة. الرايزنج ايج الجديدة هاي شاف قيمة التي زيرو بغض النظر طبعا عن التغير الحاصل خلال الـ او الكلوك، خلال التي الكلوك راح يشوف فقط في هذا الوقت، فشافها زيرو راح يحفظ الحالة القديمة اللي هي واحد، راح تبقى واحد الى البلس القادمة. البلس القادمة شافت قيمة التي واحد، قيمة التي واحد معناته يسوي كومبلمنت، شاف القبلها شافها واحد فراح يسوي لها توغل عكسها سواها زيرو. البلس اللي بعدها شافت قيمة التي ايضا واحد، ايش راح تسوي؟ راح تعكس، كانت زيرو الاوتبوت صار واحد وهكذا. هاي بالنسبة للاربع انواع من الفليب فلوب. كان هذا التايمينج دايجرام لكل نوع من انواع الفليب فلوب، ان شاء الله يكون مفهوم وسهل، واي اسئله عندكم ارسلوا لي اياها على الجوجل كلاس روم، ان شاء الله من انزل لكم المحاضره يعني ان شاء الله تكون واضحه، وشكرا لكم.